تراثنا الفلسطيني واسع جدا، يعني حلقات عديدة ما بتغطيه، لأنه تراثنا غني وجميل جدا، وكله يعني الزخارف اللي فيه بتحكي قصص شعب. يعني التراث الفلسطيني اللي هو الكنعاني، الكنعانيين كانوا مشهورين، الكنعان تعني أرجوان، والأرجوان كان مقسم لعدة ألوان. اللون الأحمر كانت تشتهر مثلا منطقة الخليل باللون الأرجواني الأحمر المائل إلى البني، منطقة بير السبع باللون المائل إلى البرتقالي، اللون الأحمر في منطقة يافا وبيت لحم كان مائل إلى النبيذي، في منطقة غزة وهو أهم ألوان هي الأرجوان الحقيقي المائل إلى البنفسجي. هذه الألوان كلها كانت طبيعية وكلها كانت مصبوغة بألوان طبيعية، كما قلنا يعني اللون الأزرق أخذناه من نبات النيلة، اللون الأخضر أخذناه من ورق الشجر، اللون البني من لحاء الشجر، اللون يعني هذه الألوان الجميلة جدا، الأصفر من الزعفران، هذه ألوان طبيعية، مشان هيك عاشت توابنا مئات السنين. وفي عندنا نماذج عديدة، راح اليوم نحكي بس عن ثلاث نماذج، وإن شاء الله في المستقبل نحكي عن أكثر. هذا النموذج كمان اللي يعني بيحكي قصة اجتماعية، اللي هو توب بير السبع. بير السبع المدينة الفلسطينية في النقب في جنوب فلسطين، كانت أثوابها جميلة جدا جدا. يعني ننفرج هلأ توب العروس تبع بير السبع، هذا التوب الجميل جدا، إذا إحنا بننتبه إله كل الأشكال اللي عليه كانت أشكال هندسية. هذه الأشكال الهندسية المتقنة جدا وباللون الأحمر ومزخرفة في بعض الزخارف الملونة البرتقالي والأزرق والأخضر، كانت برضو تحكي قصة. ولكن عندنا قصة رائعة جدا كمان لتوب بير السبع، اللي هو هذا توب العروس. لما تصير العروس أرملة كانت تغير هذا اللون الأحمر الجميل إلى اللون الأزرق اللي هلأ إحنا بدنا نشوفه. هذا هو توب الأرملة، يعني بعد بتخيط واحد بدال اللون الأحمر بتغير اللون الأحمر إلى اللون الأزرق. ولكن إذا أرادت الزواج مرة أخرى كانت تضيف إله بعض الزخارف الملونة وبعض اللعب، تقول أنا أرملة ولكن أرغب بالزواج وأرغب بإنجاب الأولاد. وهذا مشان هيك كان توبنا يحكي كمان قصة اجتماعية وجميلة جدا ومتقنة، ولكن كله بالأشكال الهندسية. توب يعني توب بير السبع من أجمل الأثواب الفلسطينية. وأنا لما أقول من أجمل الأثواب الفلسطينية، كل توب بفلسطين هو توب عروس منطقة ومحافظة ومدينة وقرية فلسطينية. هلأ ننتقل للتوب جميل جدا لأسدود، اللي هو هذا التوب الجميل جدا والمجدل. هذا توب أسدود والمجدل، هذا توب جميل جدا. شوف قديش بيختلف 100% الألوان عن الألوان السابقة. يعني أهم زخرف، أول شيء بنشوف ذيال التوب قديش حلو كتير، ولكن جوانب التوب كمان هون أهم زخرف في هذا الثوب هو الحجاب، زخرف الحجاب اللي هو كان عبارة عن مثلثات متعاكسة. هذا ثوب جميل جدا. وبدي أحكي عن إشي مهم كتير، إنه حتى النسيج، مصانع النسيج بفلسطين كانت موجودة في عسقلان وفي المجدل وفي نابلس، وكمان في بيت لحم كان عندنا مصانع النسيج. والخيوط الموجودة كنا نزرع الكتان من الكتان ونسوي من الخيوط، أو من القطن اللي بنزرعه كمان، حتى زرعنا شجر التوت حتى نأخذ نربي عليها دوت القز ونأخذ منها خيوط الحرير. فكل شيء كان طبيعي، القماش والخيوط. وبعدين كمان ليش إحنا يعني تسجل تطريزنا في العالم؟ لأنه إحنا نقلنا الطبيعة والمعتقدات، واستمر تطريزنا من آلاف السنين ليومنا هذا، اللي قدرنا نجابه العالم إنه هذا تطريز فلسطيني، وأخذنا يعني الحماية لهذا التطريز من الانتحال والسرقة. في عنا كمان توب جميل جدا جدا، اللي هو توب رام الله.
رام الله والبيرين. يعني أنا بعتبر هذا التوب كمان منسوج من قماش الكتان، وهذا توب عروس حتى حاطة الحنة على التوب، وأنا بفتخر إنه في عليه الحنة. هذا الزخارف اللي عليه والتطريز المتقن جدا في توب رام الله مهم جدا. كان أهم الزخارف اللي على توب رام الله هي زخرف النخل العالي اللي إحنا شايفينه هون، والنجم الكنعانية 8. كانوا يسووا التوب الجميل هذا كمان الخرقة تبعته، الخرقة تبعت هذا التوب كمان كانت من نفس القماش الكتان المنسوج يدويا بفلسطين وبنفس الزخارف. يعني رأس الحصان موجود هون عنا، النجم الكنعانية 8، هذه كلها كانت نفس زخارف التوب. واللي كان يزين هذا التوب هو الطاقية تبعته الصفة، هذه الصفة تبعت التوب وكانت تلتبس بهاي الطريقة الجميلة جدا. توب رام الله الحلو كتير.